على بعد أكثر من 55 كيلومترا عن مركز العاصمة بغداد، شهدت مناطق ديالى انتشارا مكثفا لعناصر الحشد لتأمين الأراضي المحاذية لمعسكر أشرف توازيا مع الاستعراض الذي شارك فيه أكثر من 20,000. الاستعراض الذي كان من المقرر أن يكون في ساحة الاحتفالات في قلب بغداد بالمنطقة الخضراء تغير في برهة من الزمن إلى معسكر مجاهدي خلق سابقا وحاليا يعرف بأشرف أو أبو منتظر الحميداوي كما تسميه هيئة الحشد. المصادر قالت لوان نيوز إن حضور الكاظمي للاستعراض يعتبر ضربة معلم، ليس لأنه القائد العام فحسب، بل الحضور يأتي من باب السيطرة على تصرفات الفصائل وتحركاتها. وان نيوز كانت قد كشفت عن قصقوصة جاءت من المرجعية الدينية بعثها محمد رضا السيستاني إلى هيئة الحشد، والتي تتضمن رفض المرجعية للاستعراض، وعلى أثرها تأجل الاستعراض من 13 من حزيران إلى 26 من الشهر الحالي، ما يؤكد رفض المرجعية الدينية بحسب ما كشفته وان نيوز بتاريخ 13 من حزيران هو مقاطعة ألوية حشد العتبات التابعة إداريا لميثم الزيدي وأحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي، فضلا عن سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. كل هذه الحشود رفضت المشاركة في الاستعراض الذي أقيم اليوم، وهو ما يكشف عن خلاف يصل إلى كسر العظم بين حشد عراقي تمثله العتبات وحشد ولائي مرتبط بإيران تمثله الفصائل. والحاصل من هذا الاشتباك أن الاستعراض لم يتضمن عرض أي تجهيز عراقي مسلح، بل على العكس تم عرض طائرات مسيرة إيرانية الصنع إضافة إلى دبابات T-72 وصواريخ متوسطة المدى، وكذلك مدافع وأسلحة هجومية مختلفة أغلبها يعود لفصائل محددة حليفة لإيران استخدمت ترسانتها للمشاركة في الاستعراض، من بينها كتائب حزب الله والنجباء وعصائب أهل الحق والبدلاء وسيد الشهداء. أضف إلى ذلك وجود طائرات مسيرة قاصفة شبيهة بتلك الموجودة في اليمن المعروفة باسم صماد 3.